FM. الكلمة ليك. هاي سي سفيان منين نبداو؟ انكم ان شاء الله داتشوكي انتريسي نبداو من كل شيء انتريسون توتي انتريسون. انا نحب نبدا بحاجه مهمه جدا قبل كل شيء. الطبقه السياسيه التونسيه يلزمها تفهم السياسه. السياسه ممارسه عمليه وممارسه نظريه وممارسه كذلك يوميه. الانجليز عملوا انتخابات تشريعيه انتصر فيها حسب المحافظين. قد انتصر حسب المحافظين؟ غاز 5 مقاعد يلزموا 326 مقعد باش ياخذوا الماجوريتي ابسوليو. 650 مقعد هما عندهم. جاب 331. قبله هو جون ماجور عام 92 جاب 330 ولا حاجه هكاك. اربع مقاعد جاب 5 مقاعد. يعني 50.0001% منهم حزب العمالي ومنهم مع حزب الاخر حسبوا 3 احزاب استقلوا. وبتاع قياده الحزب العمالي قال حتى اللي باش ينازلوا تو باش ياخذوا قياده الحزب العمالي في الانتخابات قال فو دوفي فيغ دي معناها حاجه كورتواز هكا تستعمل الكلمه هذه معناها جنتلمان يكونوا في المنافسه من اجل قياده الحزب. واحنا خاسرين وما كاين انتباه وفورفي في دارهم ومدين وجوههم ومازالوا يتكلموا ومسيطرين على قواعدهم ويقضيوا على الشباب اللي طالعين في الاحزاب نتاعهم. باش يوريك كتبت هذاك النهار قلت جوغاتيك باك الطبقة السياسية التونسية مش جوراسيك أتعس من جوراسيك لأنه جوراسيك فعل على الأقل في حاجة من الحاجات والديناصورات نجحت في حاجة من الحاجات والديناصورات عمرهم عاشت وقت عاش الإنسان معناها ثم انكومباتيبيليتي هيستوريك ما بين الإنسان والديناصور لكن احنا عندنا الديناصورات عايشين تو جوراسيك باك. شوف الانتخابات في بلاد كيما انجلترا اي كونتر توت اتونت انتصر حتى دي زاستيتيود سونداج سو سون غوري من هذه كومبليتمون وحكاو على لو سندروم دو ليكتور تيميد ولا حاجة كهكا يعني ياخو 331 مقعد فوالا وبعد يمشي ديريكتومون بعد ما الدار نتاعو دون تريك هي دار رئيس الوزراء الامريكاني مشى قابل الملكه لانه بريتو هو لو بريمي مينيستر دو سون ماجستي لا ريل والاخرين قدموا استقالتهم واحنا نون سولمون يشخروا لكن لحد الان يشخروا ومسيطرين على العباد الكل وما زالوا يمدوا في وجوههم وما زالت معناها كما قال جون جوريس رو دي روا روفيندرون كوم دي فانتوم. احنا سي ميم با دي روا مي سي دي فانتوم عباد الساده الحساسيه اتعظوا يا ذوي الالباب فوالا ان شاء الله يتعظوا. هذا درس على الصباح هذا على الخويا درس لا يقرا لا يكتب. بون نمشيو جوراسيك بارك هذه قالتها زاد صديقتنا العزيزه 2000 هند لا مش هي هند بحري ولا هند علجيه حبيت تقول بحر هي نتاع البيشك نتاع علجيه من علجيه منها مزيانه جايه من اوروبا انا عندي لها شوشانه المره الجايه يغني على علجيه نبلغ لك تحيات فوزي هي تحيه ليها هي فوزي الكعبي تسمع فينا هاي طبعا بعث لنا غران بونجور دو اون غران دام وتحيات ماميه ماميه هذه تسكن بحذا نسلي لكن هي عسل بالحق لي والناس عرفتك اللي ماميه واحدة نسلي يسرع لينا يا خويا ماميه واحدة نسلي لا سي بور تمبيري ا بو نسلي اللي هي دوله في الدوله شفتها في منطقه بعد مونترو في بعد لي فيل مشيت حتى لمدينه كرويير تنحكي لك عليها كرويير هي بلاد كرويير فوالا دونك ماميه تسلم عليك تعطيك بيزو وفوزيه ما تنجمش تسلم عليك خاطر الفوزيه ديما في القلب ديما في القلب هذا هو نمشي انت قبليك قلت حاجه مهمه قلت اليوم ماذا بينا السياسيين يتعلموا السياسه وخاصه وقت اللي يكونوا السياسيين اليوم اطراف في يركبوا فاسيلمون كيف ما الشيطان نعاودها المرة الثانية على أحداث تصير في الجنوب واليوم فما نار فتنة يظهر لي حتى الحكومة ماهيش لاقة بها كأنه احنا في شهر فيفر تتذكر سفيان بالكدا وقتها احنا كنا مسافرين شنو صار في تونس وقتها أحداث نتاع الذهبة أحداث الفوار اليوم بولاية قبلي كأنه براتيكمون لو ميم سندروم وإلا نفس الحكاية قاعدة تتعاود نذكروا في الويكاند وقبل الويكاند فما أيامات عاشتهم صعيبة عاشوها أهالي الفوار إلى حد الآن فما حالة من الهدوء للحذر خاصة بعد ما انتشرت وحدات من الجيش الوطني في المدينة وتم إخلاء تقريبا 5 موقوفين كانوا يعني تم احتجازهم. شفنا حاجات اللي الحقيقة معناها مفروض أنه ما نشوفوهاش كيف ما حرق العجلات المطاطية كيف ما كيف التمرد كيف ما الهجوم على وحدات الأمن. اليوم لو سندروم تاع الفوار هو كيف نلقاوه في قفصة نلقاوه في الذهيبة نلقاوه في برشا مناطق قاعدة إلى حد الآن
مهمشة وإلى حد الآن فاقدة للأمل. ونعاودوها ككل صباح رسالة الأمل اللي أخفقت حكومة الصيد وأخفق فيها كيف كيف الباجي قائد سبسي بأنه يوصلوها اليوم للشارع التونسي. منطقة فوار بنقى بهم جد المنطقة حدودية تجي في جنوب معناها قبلي وتوزل بحث الصبرية والعذية والفوار وذيك كانت قبل تتسمى بلاد الماء ومن بعدها تجي بلاد عطش ومن بعد تلقى الشوشة ومخروقة ودبش وحتى توصل معناها المشيقيق وبيان سور البرمة منطقة يسكنوا فيها توانسة كيفنا قبل. أنا نذكر أنا صغير عملوا فيها مشاريع تنموية كبيرة مشيت حضرت أنا وحتى مبريال وفاتن عوادي شفنا كعبة في جل طولها متر على بوك لأن الفوار فيها الماء سخون وكانت فيها مشاريع فلاحية للناس غاديكا ومقاسم أراضية تتعطى والجيش خدم فيها غاديكا رجيم معتوق والفوار والصبرية والعذالة وقلوا هذه مناطق معروفة اللي هي معناها جاية في فم العرق الشرقي الكبير الجرون إيرغ أوريونتال وبنقى كانت دائما بحذا بلاد الجليد ونفطة توزر عن جنرال والبلاد الجليد في كلكو كارت تمتد من غادي حتى للسودان تلقى دون لي كارت بلاد والجليد تبدأ من غاديكا وكانت عاصمة من العواصم التاريخية. اليوم أكيد جدا ثم رسالة يلزم توصل للطبقة السياسية ككل شنية المشكلة متاع الفوار. الفوار فيها مشاكل متاع تهريب فيها مشاكل متاع تهميش اللي ما تعملوش الدول تقوم به الشعوب لأنه التهريب أحيانا بدون تشريعه لكن آلية للحياة متاع بالنسبة العديد المواطنين في المناطق الحدودية وبينسير في غياب الدولة وضرب الدولة وضرب الحكومة وضعف الطبقة السياسية خاصة لشدة الدمان وفي يدها الصولجان أكيد جدا وأنه ضعف الدولة يؤدي إلى ظهور سلطات وبين ظفرين أخرى اللي هي تحاول تستغل الوضع الاجتماعي لا لشيء إلا باش تربح معناها الفلوس باش تسيطر على المنطقة باش تعمل تحكم بحكمها ونسمع عديد من المناطق الحدودية تعرف السندروم هذايا. في نفس الآن ثم ناس تركب على الاحتجاجات الاجتماعية وتشعل صب الماء الزيت ما ينفيش وأنه المناطق الحدودية يلزمها اليوم والمناطق المهمشة يلزمها رسالة قوية. قالوا أنه السيد رئيس الجمهورية باش يعلن على إجراءات بينتو لصالح خاصة قفصة والحوض المنجمي والمناطق هذيك. قالوا زاد وأنه السيد رئيس الحكومة باش يقول أشياء والتقوا به حتى رجال أعمال. اتصلوا بي البارح وإحنا منهم سي حسن عميدية ناخذوه كان تحب اللي هو اللي عنده مشروع مهم عنده مشاريع مهمة جدا غاديكا وحتى في تونس وحكاية مع سيد رئيس الحكومة يبونك دو دوني لكن كذلك يلزم يفهم الوزير وأنه فليس مع فليس عملوا الكديس لكن الكديس لازم تلموا في السرمية مش تجيك الأفكار وأنت حاطتها اليوم قدموا آخر وقال باش نعديه ونصحوا وزير الفلاحة قال البارح باش نعديه مشروع نتاع ريشيرمون نتاع ديون الفلاحين أقل من 2000 دينار على المجلس واليوم شفت حاجة تعدى على المجلس إضرابات وحكايات وغيره. اليوم يلزم حاجات قوية حاجات كيف خاب ليماجيناسيون وحاجات تضرب الوجدان تدخل الوجدان نتاع العباد باش العباد ما يحسوش بروحهم مهمشين مظلومين في بلادهم وتصير تحركات اجتماعية مشروعة إلى حد كبير لكن اللي هو مش مشروع هو العنف. استعمالها من طرف بعض عباد وكذلك استعمال العنف فيها واستعملها لغايات سياسوية ضيقة نتاع الناس فشلت كنا نعطيهم في المثال نتاع الانجليز وقت يفشل هذا روحه لم بقتاجه وشد داره ليه وكلم لحته بيده وكلم لحته بيده واحنا معناها تلقاه في عمر خلينا نقوله معناها سياسيين في عمر الكلب وما زال معناها يحب يلعب لعبة الأسد سان بو با مارشي حتى قطوس ممكن تكون قطوس دونك تغاب دو استعمال الناس لغايات سياسوية ضيقة وكذلك يلزم أدوات الضبط الاجتماعي تلعب دورها وينو العمدة وينو المعتمد وينو المرشدة والمرشدة الاجتماعية وينهم كذلك النشاطات الجمعيتية اللي من شأنها وأنها تهز لأنه التنمية ما هيش كان من عند الدولة كذلك وين الانفراستركتور سوسيال ديفلوبمون الماء والكياس والبياس دو لوشانج وغيره اللي تخلي وأنه يجي المستثمر وثم مستثمرين يحبوا يستثمروا في بلدانهم لكن ثم مشكلة كبيرة هو هاجس تونيس لا كابيتال مش كل قاعدة في تونس من توا بداوا يحلوا دجا في الكليماتيزور وثقافة صبوا ولا ما صبوش وبنوات ليسونس ويني وهلما دواليك والبيروقراطية هي اللي غالبة. اليوم سي الحبيب الصين عندك مؤشرات
قاعده تجيك من مناطق تقول لك نحن هنا حاول باش تمشي لهذه المناطق. وراو العنف كما قلت انت سفيان لو كان كان العنف هو ينجم يؤد هالانتفاضات هذيا راهو بن علي مازال يحكم في البلاد، ولكن سندروم تاع الفوار راهو حاجه اكستراوردينير. غير نعرف شكون معناه كان يقري في الفوار، والبارح حكى لي حكايات يشيب الراس سفيان، يقول لك بانه يقول لك نهار بعد نهار. حتى اليوم شروق تحكي في مقال دون سو سونس موجد التريكي اللي عمل هو ومنير بوعزيزي مشاو سوغ لي ليو وعملوا ريبورتاج مزيان ياسر. يقول لك العباد التلامذه نهار بعد نهار يقلوا ما عادش يمشيو يقراوا، يقولوا بانه العباد ما عادش لاقيه باش تاكل على خاطر البطاله موجوده ومستمعناها ومنتشره بطريقه غريبه. ويقول لك بالرغم من انه الناس ماهمش برشا بخاتيكمون 20000 موجودين مقيمين معناها في مدينه الفوار اليوم، شنو هو المبادره؟ شنو هو نوع المبادره اللي نجموا على الاقل نطفيوا بها نار الفتنه هذه اللي المبادره بتنجم تكون كان اقتصاديه، وتنجم تكون كما قلت لك كان تمس الوجدان وتفهم العباد وانهم ماهمش مهمشين. المساله نوعيه ماهيش كميه، والمبادره مش نقعدوا نتصارعوا اليوم ونديسكوت سو لو سيكل ونلبسوا ملبسوش فلاره في الطياره وبربي هات لي كاس ويسكي وانت لبست لي نقاب. سي با سا، مش هذه المشكلة الأساسية في المجتمع التونسي. المشكلة الأساسية في المجتمع التونسي هي مشكلة اقتصاد ومشكلة تنمية ومشكلة كما قلت لك الإنسان يحس، لأن الوجدان مهم جدا كيفاش تحس بروحك. والله أنا ما شفتش الأصوات اللي قاعدة معناها عامل أقامة الدنيا ولم تقعدها على النون ايفينمون معناها نتاع امرأة وكأنه مفتعل الفينومين معناها المشكلة نتاع هذه اللوتيس اللي تحب تتحجب ما تحبش تتحجب، هذه حرية يكفلها الدستور. ما شفناهاش الأصوات هذه تتكلم على أولادنا في الفوار. ما شفناهاش، شفنا الرئيس المرجو رئيس السابق يجي هذا الرابعة اللي هما في بلادهم الرابعة نحاوة، واحنا ديما معناها النهجة تتفخر بلايت من باع علوش معناها واحد علوش ليه نحب مثل الاخر الجمال اللي حز له ملو ولا الحاجينين فاهم يفهم وتشوف معناها ناس يطرحوا لك في اشكاليات اللي يسميهم لي زابسيدو فيكساسيون اللي هي مشاكل واهيه تولي قضايا جوهريه. والرسمي ماناش ماشيين له، الماء دافق ونزاسه اللاصقه، هذا شو قاعد يصير في بلادنا توا. ومعناها مبتلين اليوم كما قلت لك النهار دالامبير وديدرو كي عملوا الانسيكلوبيدي معناها نتاعهم حطوا الفليو، الفليو هو الافه حاشا الناس كل قال الافه هي الفليو بلي الفليو الفليو لو موفي برانس ايت ان فليو دو ديو. اليوم عندنا ناس على غالب شاده مناصب نتاع سياسه ماهوش نتاع سياسه، بالله لا نجم يشد نصبه في مرجي. سامحني خلتها من الكل، سامحني اونتخ نو سي كوا هالزحاله. وخاطر الاحزاب تعمل الطبقه السياسيه مجبورين احنا باش يجيونا ناس يقولوا اللي يحبوا ويعملوا اللي يحبوا ويتصرفوا كما يحبوا. قال شنو قال هما هذوما الشخصيات كانت تقول لهم ميمتي يرحمها فهمني تعيش لحم في الخير كنا الشخصيات عاملين لنا ملكين للواحم وهما معناها ناس وقف صاحي مرة مشاكل في العقبه. سامحني سي با كوم سا، اذا كان السياسه توا نجم جبنا لو مالك العام هجينا كوب دافريك اي تمشي للترجي ولا تمشي النادي الافريقي ولا ستاد تونيزيان ولا كلوب سفاكسيان ولا توات قام جايبين ملاعبيه من الخارج. هي نجيبوا احنا سياسيين من الخارج، سياسيين من الخارج شي الحاله هذه، واحنا السياسيين الحقيقيين قاضين عليهم وشادينها كمشة معناها لا لا دو بوليك اتوندو. شوف بلا. انا ما شفتش دو بوليك اتوندو معناها زوز منتفين واربع مززين، ولا مززي ولا منتف ولا نطيحه ولا عرجاه وما اكل السبع وما اكلوا السبع وهلوا ما جرى مي سانا با سونس. اليوم معناها نقاولوا احنا في بلاد وانه نتحملوا. وقالتها يا اخي توا وقت اللي اون ايتي ديكلاسي قداش من مره ستاندارد ان بور جول، قالوا من الازمه السياسيه توا ننتظروا حتى زيارة الرئيس لأمريكا باش تجيب، حتى زيارة الرئيس للجسد في ألمانيا باش تجيب، المؤشرات ماهيش ماشية بالكدا، السياحة ماهيش قاعدة تمشي، وشادين في المشاكل الألوية. غدوة باش يتعاركوا التوانسة يقولوا أي أما أقوى البامبو والقصب، يجي واحد يقولوا لا البامبو، يقولوا لا خلي القصب، وتولي مشكلة المظاهرات ومجلس يناقش في البامبو والقصب وشنو أكثر، أما خير الجولف ولا العقاف، لا العقاف خير لا ينتج فيه، معناها خارب كاع. entre nous اليوم il est temps باش نرجعوا للسيريو للعمل، وخاصه في ميدان التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه وكذلك الخيارات الصائمه. واللي يحب يا خويا ثم ناس والله يعاونوا تونس بسكيت يعطيهم فليسيت الدار. اما توا سرقه الكاس مشات الميزانيه تهلكت الصرميه تشلكت الاقتصاد وغيره
واحنا ما زلنا في فلك يسبحون, وتشوف معناها مدين وجوههم ناس معناها باك موانزان يعملوا في السياسة ومتلعسين أحزاب ومتلعسين شو باش يقولوا معناها كذا, ويحبوا كله معناها هما أصحاب الشان والهيلمان, يحبوا كله المبتدا والخبر, يحبوا يكونوا الفايل أوميجا وهما ولا. ما جاوا حتى شيء. نرجعوا له بربي الموضوع هذا جوست بعد ما ناخذوا بوست بيب. صباح الفل التوانسة الكل, مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا في كابوتشينو من كابا فام, مكملين معكم حتى العشرة متاع الصباح. تحية للعباد تسمع فينا خارج تونس, شكرا على الوفاء متاعكم, إن شاء الله ديما نوصلوا لكم صوت تونس وكيف كيف نبض تونس ومحبة تونس. نكملوا مع الموضوع اللي كنا بدينا به سفيان, هو مشكلة الفوار, وقلت بأنه اليوم الحل ما يكون كان سياسي واقتصادي بالأساس. أنا الحقيقة معناه نجم منلومش على رئيس الحكومة ولا رئيس الجمهورية لكثرة المشاغل متاعهم, ولو أنه تقول أنت هذايا الجهل ليس بذريعة نعرف, ولكن اليوم أنا اللوم على الوزراء اللي المفروض بأنهم هما يكونوا ماخذين بزمام الأمور وتكون عندهم المبادرة. اليوم وين وزير الاستثمار, وين وزير التجارة, وين الوزراء وزير التشغيل, وين غيرهم من الوزراء اللي المفروض بأنهم تحركوا بأنهم مشاو وعطاوا رسالة طمأنة للناس هذوما لأهلينا في الفوار, وخاصة وقت اللي نشوفوا بأنه البلاصة هذية معناها صدقني سفيان العبيد يقول لك كأنها تعيش في ما وراء التاريخ. أكيد جدا, وينهم الوزراء متاعنا, وينهم المينيستر دو ترانسبور انتر اوتر, كارف النقل مهمة, كارف الليل أيوة. وكارف الصباح وفي النهار تخرج من الولاية الكل, ولاية قبل لي ككل راه وقت اللي ما عادش نخرج نحكي على فوار برك نحكي على سامحني معناها يا اخي هذوما ماهمش توانسه, هذوما ماهمش ما عندهمش حق في التنمية. وزارة التربية كل عام خلينا نقولوا تي وقت بن علي مش وقت بورقيبة, مشينا في مع للجنوب مشينا لكسر غيلان اللي هو كان ليماس روما معناها الحدود كانت نتاع الامبير غاديكا على الاقل وين عاملين الجيش نتاعهم وغيره, لقاو مدرسه فيها 7000 عندهم مدير وعندهم اداره وعندهم كذا فهمت معناها بقت نظرة لطبيعه الانظمه او الحاكم, تلقى وزارات تكريك تخدم على روحها وتلقى ناس تمشي للاهالي اينما وجدوا, وتلقى وثم سهولة في التعامل مع المنطقة, وتلقى مدرسة فيها ماء في الفوار سوفيا جمعة اللي فات زوز بنات داخل وخاطر اللي كل ما فهمش ماء, ما تلقاش الماء ما تلقاش الطب ما تلقاش النقل ما تلقى حتى شيء, وبعد يقول لك توريزم ساغيا هو السائح الأجنبي كي يجي يقعد في الجنوب التونسي الغربي نهار فصل ستة أيام نهار ونص نهار وستة ساعات كل 12 ساعة معناها نهار وشوية وقت نهار ونص, علاش على خاطر ثم إشكالية كبيرة يا أخي اليوم من له النواف عليه التواء ماكو زير وريني خدمتك ما كانش بسلامة سو يفو دير لي شوز كليرمون نتمون. انا هذه عاود قريت كانت انا نقاه يقول يفو افونسي ديماسكي فوالا اي خويا بلاش ماسكوات تعطيني هكا هو شد دير المناصب وانا وزير قد الدنيا وانا وزير قد شنو يا داخل المصري خارج من الكلوف كيف فارغه وزير قد الدنيا يا اخي, هي الوزاره تعمل لابيل في بالموان كيما لابوتي نو في با لتر هومان معناها الانسان هو مجموعه من القيم وعمل وخلق وابداع, اليوم من بنكين وزارة السياحة حتى من بدلة لزارة الشيرو بريس متاحة واحد قال لك سما واحد نهارين قالوا له حط الباجاج يحكيوا لي جماعة قالوا له حط الباجاج حط الباجاج طلع مع الباجاج متاعه وهذا مسؤول في وزارة طلع مع الباجاج متاعه في طيارة ماشيين لباريس مش حتى الباجاج باش يعملوا له كونسيني طلع مع الباجاج نيمبورت كوا هذا كي كنت صغير كانوا ترينوات يكتبوا هكا خلطنا احنا على الفاغونات مازالت بتاع الفرنسيز قبل ما يجيبوا الفاغونات لمزارح الاخرين ايش مكتوب عليهم 20 اون اي 6 شوفو ولا حاجه كانوا يطلعوا لحصنا في الموتون دون بينوار واحد طلع مع الباجاج بتاعه باش حطوه كيلو بوستا في توتا باجاج تي نامبورت كوا كي ان تران سو باسي دون سو بيي وسيد رئيس الحكومه اذا ضربت اوجع تحب تكون سيد كون اسد مش في مستوى ما عملش اي بسلامه شبيه تونس فيها الاف من الكوادر قاعده عشرات الالاف والجبابن ومعبيه بلي جون ديسبونسابل اكزاكتومون حاشا من انسان تعرف شبيه مسوي اما الواقع واقع لازم نقولوا هذه ناس تتلفح وناس بدا وجهها في ريسبسيونات ودي جون معناها كي نو مي ايكوت جو ريف اليوم يا تتحمل مسؤوليتك بالسلامه وتونس كي تحبها تخدمها زاد وخاصه كي تكون انت صاحب المسؤوليه الاولى سامحني يلزم يمشيو ويعطيو تصورات مش واقفين كلهم اكلوا لو انا الفتى النظيف مهذب لطيف اخرم في صلاحي واشرب الحليب والعب مع القتي وشو هذا
سي كوا سا؟ هي ريسيتاسيون هكا؟ سي با دو ريسيتاسيون. حلواش هذه هي تعطينا عمل وتعطينا اشياء وتعطينا خدمه وتعطينا معناها انتاج وتعطينا تصورات للدخول في الحداثه. الشعوب هربت ياسر سيدي حسن، هربت ياسر. واحنا قاعدين نوخر وقت احنا عملنا اول مدرسه بوليتكنيك في البحر المتوسط. أي انا كنت في سويسرا مدرسه الحربيه سويسرا وقت اللي جاء اونري دونون عاش في تونس وكتب لا ريجونس دو تونس وهوكا عاودوا طبعوها وترجمها صديق من اصدقائنا المؤرخين والصحفيين العربي السوسي. معناها كان يعتبر تونس دوله متقدمه بالنسبه لسويسرا. اليوم سويسرا هرب علينا 300 سنه مينيموم 3 سيكل. بوان على ليني بوان بار فصل المقال ولا نقطه الفصل مش مقال الفصل وقتها انتهى. ماشيين نو سوم ان بيي ان فوا دو سو ديفلوبمون. شنو هو الموديل؟ الغنوشي استقبلوه جماعه امريكان مشاو له قال لهم التطرف العلماني. فين التطرف العلماني؟ بربي التطرف العلماني قاعد يقتل في العباد وعمري ما شفت علماني يقتل انسان. هاي كلمه علماني مو زاد كيف كيف ولا شيء بشيء يذكر البارح الشيخ مورو معناها الاستاذ عبد الستار مورو كيف كيف حاطين قطعة عبد الستار ما يشيلش عبد الفتاح ولا خاطر عبد الستار المسعود هو اللي قال يتفرج فيها. ايوه عبد الفتاح مورو في دريم جايبينه هو شيخ سلفي معناها عاملين مناظره ما بيناتهم يعني لو فرابون سوفيان بانه اليوم فما ان ديسكور في الداخل اون اوتر ديسكور في الخارج. هذا هو نتاع نرجع هذاك السندروم موجود من قبل من اللي سماوهم حركه التجاه الاسلامي والجماعه الاسلاميه وكان عندهم زوج اسامي واحده للسفارات واحده وانا وانت شفنا لو بي في نتاع المعتبر الاول نتاع الاتجاه الاسلامي بالفرنساويه مكتوب ما عنده حتى تل بانجليزيه باغيتيل تي بون دي باسون. انا نحب نقول اليوم شادين في التطرف العلماني وشادين في الفولاره وشادين الناقشوا سو لو سكس دي زونج وشادين توا القطر تحب تشرك تونسيه وتحب تبارك وتخلق فيها مشاكل من هنا والسعوديين قاعدين خدمتهم غادي والامارات عندهم الاجنده نتاعهم من جهه اخرى والناس الكل تنهش في تونس بيان سور خاطر قال بورقيبه العام قال انا غلبني واحد فرنساوي بحث ساركوزي قاعدين استدعاونا وقتها ونقاش كبير في الليليجي جيون قال لي بورقيبه ادي نو زافون تي كولونيزي باسكو نو زيتيان كولونيزابل. قلت له هذه نشهد لك اي داكوردو اما نو زيتيان كولونيزابل خاطر زوروا ديزوم فوتوش ديفوندو تو سا ديفوندو دي فانتوش اشبه رجال اشبه مملكة في غير سلطنة في غير سلطنة تنكل هي يحكي انت خاخا ثورة الاسدي يعني عندكم الحق اعطيك صحة فهمتني لهزتو ساقيه لصالي وقت اللي احنا ما عادش عندنا عباد تبيع في البلاد وعباد تخدم على بلونشابيي وعباد تخدم على انستيتيوت انترناسيونال وعباد ما يهمهاش يا ولدي كنت حداهم انا نعمل لهم انا قلت لك ما عرفتش تونس ما شدش حكم لو اتون قولوا وينهم المثاليش شنو عرفوا التمثاليش وشكونهم المعاوين؟ وشكونهم العبده؟ وشكونهم ولاد قمح الدليل؟ وشكونهم العزيره؟ وشكونهم المدازيك؟ وشكونهم كذا؟ وتعرف بلادك يجب تعرف بلادك وتعرفها انثروبولوجيا وتعرف تاريخها وتكون خاطر كي تعرف تونس تحبها. انا ما تسوتش حبه في تونس اينما كانت نعشقها. وعينيا دمعت وقت اليهود تونس اولادنا توانسه هما حتى ما واحد يقول اليهود والتوانسه يا ولدي يا بلا هما توانسه رفعوا النشيد الوطني في افتتاح الغريبه احتفال وهذيك هذوك اولادنا والبارح في الايام كان اندري باروش مع بورقيبه يحطوا له في القنابل اس يحبوا يقتلوه وكان بسيس البير بسيس البير بسيس وكان معناها يحكي يرحبوا معناها لو جران لو جران سيرج عدى وقت اللي كانوا يغنيوا حماه الحمايه يقولوا الله اكبر باش يهزوا الشهيد وتتزعزع تونس كلها في الصباح تسمع كان هذيك تونس قالك تتهز وتتحط السبع نتاع الزيتونه تتحرك قال السيد صلى الله عليه وسلم اهتز عبد الرحمن لما طلعت روح سعد بن معاذ تهتز تونس بكلها هذيك الناس الوطنيين الحقيقيين اللي يخدموا بلادهم وكان بيدس الطرابلسي وغيره يجاوبوا في اسرائيل قالوا لها تونس اضمن من اسرائيل بتاعك هذيك الوطنيه الحقيقيه ونحبوا احنا الناس اللي تشتغل وتنتج كيما بورقيبه وقت بدا الاستقلال ما لقاش بورجوازيه لقى بعض الناس تخدم في المخدونه وتخدم في كذا قال لهم نعملوا صناعه ونعملوا كذا وجيش الهدي الويلة وبنينا وعملنا وكانت وزنك تخوف تشوفهم انت توا خاطر كان عارف مازالوا هاي كي تشوفهم توا هاي يقول عليهم اذلاب وغير تشوف طاهر بن قوجه وادريس جيجا وتشوف محمد مزالي لا نحن كي كان حي وشوف غيره حتى من الهواء مالينه مش بلايصه مالينها احنا توا عندك ناس المعدل والنعجه تعبه وهكا وجاي وواقف وقرفان وسينستري وكومبلكس دو كاستراسيون امشيو للمناطق وغدوا بلي ديليساتيف وجيبوا المشاريع واحكيوا مع الاهالي وعرفوا بلادكم وقدموا مشاريع وقتها ليس حكومه ما عجبوش ليس حكومه نقول لهم سلامه فاسي ما ديميسيون وشاهد تونس كلها ولا وعطيو فيزيون ايكونوميك وين بيان سور فيزيون جيو استراتيجيك وجيو بروجي اليوم وين هادينا هاي فول هذا هاي حكايه ونقعدوا نضيعوا وقتنا نشتروا النقد مشاحنا
ولا سيدي حسن هذا اليوم اشترنا نقد مشي حنا واليوم نرجعوا جو غونفوا انا دو ادو الوزراء اللي مسؤوله اليوم على الاستثمار على التجاره على التشغيل في البلاد. القاو انتم الحلول مشيو قوموا بمبادره في اليوم غدوه معناها لو بلوتو كو بوسيبل من اجل انه نطفيوا هالنار هذه اللي شاعله في الفوارة على خاطر سفيان نخافوا بانه هذه اتنسيل باش تشعل في عده مناطق. وتعرف انت تو بانه الحوض المنجي مزده كيف بالرغم من كلام تونجيو بعد شويه نتاع رئيس الجمهوريه اللي قال فما مبادره حول الحوض المنجمي، ولكن سانوبيش اليوم فما برشا عباد قاعده تحاول تلعب، وفما اخبار تجي من قفصه ها ونقولها لك انا بانه فما مجموعات تحسب على انها سلفيه ومجموعات اخرى تحسب على احزاب بعينها. مولانا تشغن اكسبتو باليو فيد فوالا. وتونس اليوم عندنا جحافل باسم الجهل المقدس وباسم الاموال القذره، اموال دول الخليج اساسا، وكذلك بهذه الوهابيه، هذه الايديولوجيه الفاشيه المقيته. يقولوا يعملوا اللي يحبوا، فهمتني؟ انا على الوطن نتاعي بالله مستعد نواجه الكون كله، على تونس العزيزه، وما سمع حتى بلاد عندها علينا مزيه، واحنا دوله عظمى في التاريخ واعطيناكم دروس في التمدن والتحضن، لكن ابتلينا في التاريخ ببني هلال كما ابتلينا بالوندال وبالبيزنطيين وبالرومان، ابتلينا بهنا لكن هزمناهم وقبلنا. اليوم قاعده تستغل في الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش والغبن باش تخدم مصالحها، باش يجي سيدي يستاد الحباله. علاش؟ على خاطر ما عادش يحس بروحه راجل كما ينبغي، باش هو معناها يشتد وعوده نغسلوا احنا الحباله في البلاد، فهمتني؟ وباش يستعمل الاهالي النشاشه وباش يستبيحوا هذا البلد العظيم. ولا شكيد فول يفول كو لا غران تونيزي سوا ان اغيغ بري بور. نقول لهم لا، احنا بروح يغلطه وروح بورقيبه وروح سانت اوغستان وروح حشاد وروح شكري بالعيد. تعرف كي نهار تذكرت شكري تحل هكا في قلبي تحلت نقبه، قلت شوف يا اخي دمه باش يمشي بالده ولا البلاه من دمه يمشي بالده ولا سقراط ولا مئات الامني ولا سقراط ولا مئات الامني يمشي بالده الدم نتاعها؟ ما يمشيش بالده المفروض، ان شاء الله ما يمشيش هباء كيف ما قال دانتي هكا العام. اش قال؟ او سيرفا او سيرفا ايطاليا دي ميزيرا اوستيلو نافي ان جران تامبيستا ان جران سانزا نكيان ان جران تامبيستا نون دونا دي بروفينشي ما بوردلو. هذه هي اواها منك يا ايطاليا ايتها الامة الذليلة، انت التي كنت اميرة الامام اصبحت الان مخولة. ربي قدر الخير. للحديث بقية بعد البيب. شان نهاركم اسعد ايامكم نسمع في شارلز نافور. هكا هي هذه هي موزيكتنا احنا. فؤاد بيجي يحب شارلز نافور قال باش يجيها نهارين من بروكسل نستناو فيك على حر من الجمل. يا سيدي تنورنا. واليوم 11 مايو نحب نقول للعباد اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم نقول كل عام وانتم حيين بخير. عندنا ديديكاس سبيسيال لون غران دام تسمع فينا كل صباح لراضية المجري، تسمع فينا هي وبنوتاتها، قلنا نعملوا بتي ديج كان على كابوتشينو. تحيه نقول لها كل عام وانت حيه بألف خير. فوالا وبناتها مريم وامنه يقولوا لها كل عام وانت حيه بألف خير. هابي بيرثداي هابي بيرثداي تو يو هابي بيرثداي جاست فور يو. الوغ دونك كيف ما تقول انت غوتورنون وين مش انا بغبي غالوز. هذه هي لي بغبي غالوز نتاعنا يا سيدي. نعجه مجربه نسمع قاعده على كرسي وعندها نعجه مجربه قاعده على كرسي عندك مش طول وقت الزز سي لو بلو غراف توا مازال شويه الزز شويه اخر اي عاد اما انا ماذا بيا انا نززهم بالجلم عرفت الجلم عندي جلم في الدار نعرفوا اي المعلم مقص كبير تاع البهيم تاع الاغيول هذا هو الله يقدر الخير. على كل نحكيو شويه على وزاره التربيه اللي البارح صار فيها اشكال طفيف في اختبار الكاباس، هذا ما اقر به الدكتور نجي جلول وزير التربيه، وقال بانه فما اشكال مس من اختبارات المترشحين لتدريس ماده التربيه الموسيقيه في النظر الخارجي بالاختبار بالاختبارات لانتداب اساتذه التعليم الاعدادي، واوضح بانه الخطا هذا كان خلال عمليه طباعه النسخ اللي انتج عنها سقوط نحو 20 سؤال من جمله 60 في الاختبار. سي ترو كوميم سي ترو كوميم لانتيغ معناها تقول انت. اكد الوزير بانه تم توضيح الاشكال مع المترشحين حين على اساس انه تدارك لجنه المناظره الوطنيه في مستوى الاصلاح هذا الخلل بمراعاه مصلحه كفاءه المترشحين والحرص على تثمين مجهوداتهم في اطار تساوي الفرص والحظوظ. والله يشوف انتر نو يلوغي فالو كو كلكان كونترول من قبل ولا فيا ما توا ولا جومون فوتيزم تالبون موجود في البلاد اللي معناها يعملوا اللي يحبوا ومن بعد يقول لك نقعد نصلحوا نوليو نعملوا انا ماذا بيا نعملوا وزاره اسمها وزاره الترقيع.
وزارة الترقيع هذه نجيبوا فيها معناها ناس يعرفوا يرقعوا كما كانوا قبل، قول له فوالا الوزارة الفلانية عملوا كذا، يقول هات رقع لها والاخرى ورقع لها، يعني سي دو سويت معناها ترقيع، هذه حلول سي دو ريشوفي. انا نرى انه 20 سؤال على 60 كمام سي اسي امبورتون سي ترو، وينجم كل 20 سؤال توا شوف معناها جيماجين كو الكوفيسيون تاع الاسئله هي هي جيماجين جروسو مودو، وانه 20 سؤال ينجم كله حاسمين، وحتى اللي معناها ينجم يكون على 60 كمام سي لو تيير، معناها تجيب 20 سؤال الاخرانيين باهيين خير من تجيب ال 40 الاولانيين خايبين باغ اكزومبل، تنجم تجيب تخي بون موان. دونك هنا اونتر اوتر نقولوا ثم ان رولاشمون توتال و جو مون فوتيزم، والناس كلهم بنك تفرج في حريم السلطان فهمني، واللي حاسب روحه صنب الاغا واللي حاسب روحه والله ساعات كان من انا ما نحبش جو نو با بارتيغ بلو فيت كو لا ميوزيك، ولكن سفيان كانه اليوم زاد كيف كيف ولينا نحكيو على انه فما نيه من اجل تشليك الدوله ومن اجل انه ما عادش تولي عندنا، خاطر احنا فقدنا لو سونس ليتا تقول انت، حس الدوله هذايا وحس انه نعيشوا في دوله قانون ما عادش موجود عندنا الحقيقه. لو سونتيمون دابارتينونس بيان سور عنده ثم مشكله كبيره اليوم، وثم لولو لاشمون، وثم كذلك غلبه الطائفه وغلبه القبيله وغلبه الجماعه على الدوله على الوطن، الوطن اللي هو كل شيء المفروض يكون لا ترونسوندونس دو ليتا افون تو، والدوله هي اللي تبقى، الحكومات تمشي الاشخاص تمشي لكن ما تبقى كان الدوله. اليوم تحس بلي هذا موجود وان الناس كذلك تستغل في هذا وقاعدين يعملوا في دي غير دو بوزيسيون، وثم جيمون فوتيزم وغيره. ان شاء الله نرجعوا ثقافه جديده بانجازات جديده، هذا ما تمنيه هنا الهمم الكل تعاود تقف، وان شاء الله زاد رئيس حكومه يكون رئيس في ليكسون دي تيرم ما يكونش شبه رئيس، خاطر كي تكون اذا كان مولا الدار ولا لب في الدار تبدا مسيبه الامور ما زرير تهيش هكا، ولا اذا كان المراه ولا الراجل اللي هما عندهم لوتوريتي بارونتال ما يعملوش يعطيو المثال نتاع السلوك نتاع الخدمه لاولادهم ما يتلاهوش بهم وغيره تولي الامور تنخرم. انا جي لابريسيون انه ابخي لي 100 جور تقول انت سي لحبيب السيد رئيس الحكومه باش يزفر ويقول لا ريكرياسيون لا ريكرياسيون اي فيني فوالا اي ما خاف يقول زاد الله يرحمه كما قال هادي قال بابولي زم الخش البحر عطاه بالظهر الارض الوطن عز الوكرم، بابولي زم الخش الغريق سالك تريق على ارض غربه تشيح الريق، انا ما ان شاء الله ما يقول زاد بابولي زم لا لوتر سونس رد بالك المارش لو فيل دو غازوار السيد ماشي على الصراط المستقيم، شعره هكا يطيح وشعره هكا كلهم زاير ما فيهم حتى واحد لو شاد الكل توا شادين هكاك يسوفي لا دان سولفمون ناتج على واحد باش يزيد، وعليك ثم ناس قاعده تدير دون سو سونس، وثم ناس من العبابس متلبسه تحب ترجع ما ولي ذاك البنا ما يتهنى ما يتهنى شبيك انا شفتهم لو شفتهم بعيني، شفت ناس البارح في الايام كانوا عندهم هاي لمان والناس الكل وقفت لهم وتقرت في لهم، عرفت الطحينه نتاع الشاويش المطري هذيك اهلا يا باه ويبدا يدفع 5 جنيه يا باه اليوم لقي روحه فهمتني نكي لا سكر بكرم الى راز ليمور ماشي يقول لك يا خويا السلطه بنينه يا اخي، ايش قال هو ليله شو الدخله قال حسين الجزيري ربي ربي عقل شيء المراذيل المسيحيين يهني فيهم بالعيد نتاعهم هكا تعلم يظل ان شاء الله ما مشاش المسيحيين قال نهنيكم يوم كيبور يمشي لا مشي اخواتنا معناها مشي الحج الغريبه فوالا اي دونك قال ليله الدخله ما ليله الدخله وهما سي ان فيول الكل موجودهم فيول بور لا بوليتيك لانه ما عندهمش الكفاءه ايلون با الكفاءه الكبرى ما عندهمش، انت تشوف داخله في كتاب انا هالنهارين كاتبه صحفي امريكاني في الستينات على مقتل كينيدي تشوف معناها لي جران شليزينجر وسالينجر وجماعه اللي كانوا يعيشوا في الوست وينغ تعرف الوست وينغ مع الرئيس يعيشوا الكبارات الكبارات اي شد فيهم ليندر جونسون وخلي تقعدوا معايا قعدوا شويه بعد قالوا لي انت ام بريزيدون نو اليو بالنسبه امريكا يمكن منتخب هو ماكش مالي بلاصه قال لهم لا وتوا تشوفوا وانا راني اقوى من جون فيت جيرالد كينيدي وتشوفوا شو باش تعمل وجاب الجيش من غادي وشنو حاسينه مشاو في الاخر قالوا له ماكش مالي بلاصتك اليوم كي ما تملاش العين ماكش من الملأ واذا كان ماكش من الملأ انتهيت والا اذا كان سقطت من العين انتهى بوان على لين علاش على خاطر يقول لك فلان سقطت من عيني انتهى ما عاد من عيني كان فيت. كان طاح من عيني صعيبه كانت عندك مرتبه سيدنا صلى الله عليه وسلم قال وتبعوا حتى المشركين كي بدا عندهم الوطأه وقال ربي ارزق الاسلام احد العمرين فرزقنا ربي عمر بن الخطاب وبعد عمر بن العاص ابن العاص معناها الكاريزما موجوده وتتخدم وتتوهب مش يجي احنا اي ناخذوا كمال مرجان
هاي سيدي السلطة عملت له هيلمان وجنيف وخدم والأمم المتحدة. نهار اللي عملوا له الامتحان نتاع ما عاش بن علي وقتها وقف كمان مرجان وعمل في التلفزة الواحد نتاعه بدا يهجي. وهذيك هذيك أحسن واحدة لو هجها في الثلاثة عملوا له ثلاثة عدلوا أحسن واحدة معناها لا موا موفيز في الخيوبية. علاش؟ على خاطر ما خدمش الكوم نتاعو. هي شبيع عاد ولد القطاري ومرجان وخدمته عندك هالة في الامم المتحده هي ما تخدم الكوم يشيلكم هذاك خدم الكوم ليه زاد كيف كيف لازم تكون ثابت على المبدا معناها وقت اللي اليوم زاد الاعضاد نتاعك الكل اللي تخليوا عليك لان يلزم تقوم بمراجعه. ليش حاب يقولوا اليوم قوم بمراجعه سواء لاوتور دو لاتاش يا خويا ماكش المستوى بالسلامه. وهذه معناها عمر بن الخطاب وقت بعثه الحسن الاشعري رساله حول القضاء قالوا حكم لا ينفذ لا خير فيه. يعني المساله مساله تنفيذ سي تو كيستيون ديكزيكوسيون اون فان دو كونت سي تو كونت دوموند سي تيت ان كومي دو ليتا في سويس يقول لك نو سوم لي فونكسيونير دو بوبل خدام الشعب. احنا بالفرنساويه عندنا يقول لك لو كومي دو ليتا لو كومي دو ليتا خدام نتاع الدوله. نخدموا في الدولة اما نخدموا في حاجة كبيرة اسمها الدولة. اللي تاع سي كوا بيخدوه كتب كتب كامل خلينا احنا صغار في الدالوز هكا كبروا. سي تو ليدي ليتا هي رؤية هي فكرة مكوناتها هي مجتمع شعب تريتوار سلطة هذه المكونات نتاع ديزانستيتيسيون قائمة. لكن هي سي تو ليدي بيرمانونت انك مش خاطر ما تشوفش بوليس في الشارع تقول هيا بربي هي نحرق الكياس ولا نعمل لا انت تخدم في الدولة لان الدولة هي الصالح نتاعنا الكل. دونك مسيو دام يفو سيري لا فيس يزو نزيرو الفيس ونزكتو السنتورة ونمشيو الناس الكل. ولو رئيس الحكومة كان ما يحاسبش باش يهزو الطيار باش يصير له كيما لو سندروم دو تيتانيك كي يطيح يطيح الناس الكل. اما على الاقل القبطان نتاع التيتانيك هبط الفندق لان القبطان هبط اما ثم ناس هربت توا. علاش؟ ما ينيا كوليغا كي كيت لو نافيغ بخومي يلزم تمشي وما تخليش يكولي الفندق والشقف يقعد ديما ماشي وتكون بيد كذلك كي تكون ان غون دو فولور كيما قال توباز كاش مان دو فير. قالهم اش قال توباز؟ قالهم فو بروني ما بونتي بور لا فابليس ما باسيونس بور دو لافيغلومون ساشي مسيو لو غون دو فولور كاش مان دو فير. هذاك شنو نحبوا احنا؟ وانا نقول لك زاد سفيان ما يلزمش يكون زاد حاميها حراميها وانت تعرف شنو نقصد واللي يسمعوا فيها يبقى المعنى في بطن الشاعر. سمعوكم في صايل تونسي جوست بعد البوب. العشاقه يا حسره محليها الرشيدية حرقت لي قليبي العشاقه. الله يصلي على النبي. الله يصلي عليه وسلم. لطف على قليبك سيدي. يا سيدي هيا نمشيو يا سيدك من سيدك لاخبارنا ونرجعوا للطبقه السياسيه. انطلاقا من اليوم القضاة يعلقون العمل بالمحاكم لمده 5 ايام. انا الحقيقه وقت اللي قريت الاخبار نهار السبت ما صدقتش ولكن وقت اللي تاكد الاخبار واتصلت باحد خلينا نقولوا الكبارات اللي موجودين داخل جمعية القضاة التونسيين قال أكد لي الأخبار وقال لي الأخبار راهو مش كان فيسبوك وبعدها هبط في الإذاعات وهبط في التلفز. قرروا القضاة بأنهم يوقفوا العمل ويعلقوا العمل لمدة 5 أيام بدعوة من جمعية القضاة التونسيين مع تنفيذ وقف احتجاجية بزي القضائي أمام مجلس نواب الشعب نهار الأربعاء 13 مايو وذلك احتجاجا على مشروع القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء. يقول القائل هنا ومع احترامنا إلى كل القضاة اللي هما سلطة ثالثة لهنا دخلنا في منطق الفئوية الضيقة لو كوربوراتيزم اتخوا تقول انت شو ثم مشكلة كبيرة اليوم الساعة قبل كل شيء والمجلس على القضاء مش مجلس على القضاة. اي فوالا والقضاء عائلة موسعة والقضاء فيها سادة قضاة اللي هما محور القضاء فيه زاد مساعدي قضاء اللي هما المحامين وغيره كل عام رئيس بولقيبة يرحمه جاء باش يفتتح السنة القضائية هو دخل وجاه متر هيلة متر هيلة يقعد يحكي لك عليها بستار مسعود حكاية طويلة لأنه كان مقرب منه ويعيش معاه واحد كان يقول لك يعني عنده ايه. عنشو وقت اللي كان احنا كنا صغار نمشيو نفردوا متر هيلة اولا خاطر عبد الحميد هيلا من جمعيه عبد الحميد هيلا كي كان يقف يمد يديه هكا ويبدا جلجل كان عنده خاتم كان يلبس خواتم هكا وعياش وعشيخ واحد حاصل وكان فريوم مي سيتي ان هوم او كولور كيما نقول فهمتني حاصل كل المثل هيلا جا لبورقيبه قال له سيد الرئيس قال له انت المجاهد الاكبر قال له للقضاء اي تفضل مش دخلك ما كانش موجوده في البروتوكول ما كتعرف البروتوكول خاصه رئيس الجمهوريه
الجمهورية بايزومبل كي عملوا له ان بوم يحطوا الشباك وراه يحطوا في بلاصة عنده في باهية، الفيو باهية ديما للضيف مش للي غاديك كونتريرمون سكو فوندوت معناها كي تستدعى مثال انت وزير في ريسبسيون مش تاخذ انت البانوراما وهو يعطي بظهره بانوراما، يبدا هو عنده الضيف ديما مبجل مبجل. عاد قال له للقضاء جناحان، اي قال له الجناح الاول هو القضاة والجناح الثاني هو المحامين، وانت سيد العارفين فما بورقيبه هذا محامي فهمني، المساعدين القضاء كذلك وكتبت المحاكم كذلك والعدل المنفذين وعدل الاشهاد المترجمين المحلفين الوكلاء القضائيين معناها ثم عديد الخبراء العدليين الخبراء المحاسبين الضبط العدلي هذوما مساعدي القضاء. دونك المشروع يلزم ياخذ بعين الاعتبار مصالح مختلف هذه العائلات، علما انه في تونس عندنا تقريبا سنويا ملايين ونص قضية وعندنا تقريبا 5 ملايين اعمال ولائية تسمى ديزاكت اكسترا جوديسيال عمل منذية اللي تتعمل لعمل مكتبية وتتعمل وماك تعرف الدائرة الاقتصادية مثل هي تشد السجل التجاري مالا جوز دو كوميرس يشدوا القاضي والنيابة وحاجات كيما هكا والقضاء الواقف والقضاء الجالس جوج دو بورسويت لا جوستيس وقضاء التحقيق وغيرهم فوالا. دونك اليوم عائلة كبيرة يلزم تلقى مشروع يرضي الناس الكل، ما يمشيش كيما قلت انت في الفئوية الضيقة لو كوربوراتيزم هو ديجا اي 3 مي كوربوراتيزم بوسي الاكستريم معناها فهمتني دوني 3 تيس سوبليم قال سوبليم. دونك تولي وقتها ثم مشكلة كبيرة وتولي وقتها لغة الحوار تقف لأنه هما باش يبدا النقاش في المشروع غدوة كان عشنا في بلانير في الجلسة العامة. دونك هما حبوا يعملوا نوع من الضغط سدى القضاة لكن ان شاء الله يلقاو حل. ولكن زاد اليوم سامحني سفيان وقت اللي توخر انت جمعة كاملة ما تخدمش شوف قداش من قضية مش يتم البت فيها شوف قداش من قضية بتزيد تتوخر شوف قداش من موقوف باش يقعد ينجم يكون مظلوم معناها لا هما توا الحق انا حسب ما شفت في ما قريتش البيان بتاعهم المرة هذه قريت كان الاخبار فماش سيرفيس اما المره الاخرى عملوا ان سيرفيس لا المره هذه اللي تعليق واللي فيه باغ اكزومبل اللي فيه الناس اللي يلزم الصلاح الوجوبي شو انسان اي سيدي انسان فيه صلاح وجوبي ما سيبتوش وقعت له مشكله في ذمتك تكون انت يعني عندك كان بيدك خو في شانه معناها موندال خو هو لا قدر الله صارت مشكله من بعد وانت شادو محتجزات غير قانوني ولا وثم قضايا متاكده وثم قضايا شغليه وثم قضايا فيها تراعى مصالح فئات مهمشه واطفال ونسوه وغيرهم. دونك انا نراوى انه هذا ثم غوله في بيتنا غوله هكا نجم نقولوا في دارنا ثم غوله، الغوله مش الغوله اللي ننظفوا بها احنا تعرفها الغوله اي نعرفها ماشي مازلت على الدار الغوله هذيك اما لا الغوله غوله معناها عبيثه هذه معرسه بالرهبان فهمني هذوك معناها كي يبداوا يعيشوا دراوين فهمني ويخرجوا من الماج هذا معرفه فينا ولا عيشوا في كان عندنا حمام ذهب احنا يقولوا فيه غوله في غوله وفيه الناس الاخرى وهي الطفله الطريفه اللي كانت تهرب يقولوا هكا هزوها حمام ذهب يعني ثم شكون عمل فيلم فيلم حلو على حمام السيوده بليتو حمام السيوده ولا حمام ذهب حمام ذهب اللي يصير فيها اللي هو في مقابل سيدي محسن حمام السيوده في مقصطه بالمقابل حسينوا احنا عندنا غوله لكن مش غوله لا هكا لا هكا عندنا غوله خايبه عبيثة في البيت القضائي بتاعنا يجب نقالوا حل الحل وأنه لأنه توا شنو هو كان تاخذ انت فصل 115 من الدستور يقول معناها النيابة العمومية تنفذ السياسة الجزائية للدولة للدولة اي دونك النيابة تحت الدولة لكن في نفس الوقت انه القضاة يقول لك انا ما نحبش النيابة تكون تحت الدولة اللي ما معناها اللي مولاها امتى تتبع لوبورتينيتي دي بورسويت وغيره ويقول لك حتى تفقدين خزائن. انا حكيت مع السيده قضاة مع اصدقاء قضاة روضه مثل قالت لي شو هي كيفاش تعمل باغ اكزومبل قالت لي ما هو الوزير يهز الدستور تاعي يمشي قدام المجلس والمجلس يتالو على عمليه التفقد زعما يا اخي ينجم يكون فيك الخصام وانت الخصم والحكم جوج بارتي ان سي دو سيت تقول لك لا المجلس على القضاء. دونك انا نراو انه هما تو عندهم التزام حسب قرار المحكمه باش يعطيوا نتيجه قبل نهار 26 ولا 28 مايو معناها الاجل القانوني حسب المحكمه الاداريه خدت القرار 26 اليوم احنا اش مازال 26 مايو مازالوا جمعتين دو سمين كي نجموا يناقشوه كله يوصلوا لهذا ويركزوا خاطر يقول لك تركيز مش مناقش قانون برك من هنا غادي حتى ما انتخابات باش تقع بعد والانتخابات تقع داخل صلب القضاة افيك دي كوليج وفما انتخابات اطراف اخرى اي اطراف اخرى المحامين يقول لك يا خويا نعطيني لو تيغ بلوكون وسمح فهمتي يا سي دو سويك. دونك انا نراو انه توا اللي يسميه بالفرنساوي ان ديالوج دو سول حوار ثلاثي والا ديوان ولد مليء حاجه كيف كيف مش الديوان نتاع نتاع الصوفيه نتاعنا لا ديوان ولد مليء والا حوار ثلاثي ان شاء الله نلقاو حل في اقرب الاجل لكن زاد كي تعارك الرياح
ما يجمش تجي فلوس الملك. فلوس الملك فلوس, فلوس, فلوس اليوم المصلحة الوطنية اليوم ماذا بينا كل واحد يطيح من عنده. وكيف كيف اليوم فهم مخاوف في الشارع التونسي نقولوها اوي فور بالنسبة إلى ما يسمى لو غوفرنمون دي جوج هذا ما يتقال. واليوم على خاطر وقت اللي تشوف قرار كيف ما هكا نتاع تعليق نتاع خمسة أيام دو جامي فيو معناها في حتى دومين ما صارت معناها في حتى مجال مهما كانت النضالات سامحني لهنا فما في القرار فما شكون يقول جانا بالصواب. أكيد جدا أنه اليوم توا كي تطرح حتى قضية غوفرنمون دي جوج ثم الناس يطرحوها يقول لك نخاف ولا يصير كما في إيطاليا. والاخرين يقول لك لا راه هذه قالوها في فرنسا على اساس وانه سي كونستيتيوشنيل. انا نرى وانه شوف مجتمعنا ما زالت السلطه فيه اللي عنده سلطه يتعصب في السلطه مهما كان. والسلطه ما زالت ما عندناش تقاليد ديمقراطيه كبيره. وما زالت مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حتى مؤسسه المواطن خلينا نسميها معنا لا سيتوينتي هش او على الاقل تم ضربها وتقديمها وما كبرتش كما ينبغي ولا طلعت مشوها. دونك يفو اتخ بريكوسيونو لا يمكن اسقاط الموديلات الاجنبيه على تونس. ولا يمكن كذلك انه نقبل بدعوه لغوفرنمون دو جوج وانه زاد تبقى سلطه تنفيذيه الفاتقه الناطقه في حاجة كما السلطة القضائية لأن القضاء ما سمى عليه سلطان حسب دستور الجمهورية إلا القانون والقاضي عنده وجدانه والقانون هو اللي يحكم في المسألة. هنا معناها كما يقول لك tu marches sur le fil du rasoir encore une fois وتلقى روحك tu marches sur des œufs. يلزم تلقى حل مناسب يخدم مصالح البلاد يخدم مصالح الناس الكل والسلطة القضائية ودون أنه يسمح للسلطة هذه باش تتعثر ويلقى الآليات نتاع المراقبة الناجعة والفعلة. هنا أون فافوار أنا قلت لك سوسوغا لو فيتون النهارين هذوما اخر الشهر هذايا حتى الشهر الجوان حتى رمضان لو فيتون فاتر المساله القضاء على خاطر توا القضاة المحامين علاقتهم زاده مش باهيه والمحامين زاده عائله مسيسه عائله مسيسه معناها عندها تخبش تخبش وتدبش معناها على دي غريف الغريفون كونتي لو فو يون فوا فوار سي كي فا سو باسي ان شاء الله ربي يقدر الخير على كل. هي ما دامها باش تكون تقول انت مسلسل نتاع القضاء انها باش نسمعك لا بوند اوريجينال نتاع المسلسل هذا اللي يظهر لي من هوني حتى رمضان باش نعيشوا على احداثه. بعدها هي لو فلاش بورسي بار تونزي فالور ولا مواعيدنا الاخباريه مع صفيق سيلا واخر اخبار رياضه مع معاذ الشريف لو كود كور طربي صباح باش يكون بصوت ميدان الحناوي كان يا ما كان. نرجعوا لكم للحديث بقيه في كابوتشينو حكم القاضي نجوى كرم كاب اف ام الكلمه ليك.